أنا لإمتى رح ضل هون دكتور؟ لتتعافى تماما. تعافيت، لازم أرجع على الكتيبة. ما بتقدر وأنت بهالحالة. هلأ بتشوف إني بقدر. علي حيدر، شو عم تساوي؟ ما عاد فيني أتحمل، أنتو حابسيني هون. لا تخبص يا أخي، اهدى شوي. اتركني. شو عم يصير هون؟ احكوا معه، مصر إنه يطلع من هون. دكتور، ممكن تسمح لنا شوي؟ ماشي. اهدى يا أخي، شو عم تساوي؟ والله طقت روحي بالمستشفى، حبسوني بهي الغرفة. هنن عم يساووا هيك لتتعافى. معقول لي عم تساوي شو أنت صغير؟ فهميني، أنا عسكري ومكاني عالجبهة مو بالمشافي. شو هاد؟ مفكرني ما شفته؟ شو هاد كمان؟ سلاحي، شو فيه؟ حافظ، هاد شو عم يساوي هون؟ تعرفوا انه ما فيني بعد عن سلاحي بنوك، وكنت كتير قلقان عليكم. والله بموت اذا بصير شي لحد منكم. سيدي انت تعافى وتعال، مفكر ما اشتقنا لك؟ فهمتني؟ بلا هالحركات، لازم تتعافى بالاول. ان شاء الله اخي مجاهد. مشان الله، انت شو عم تساوي؟ الرجال بخير وتعافى. الدكتور قال ما لازم يطلع من هون. وانا بقول رح يطلع. امشي اخي امشي. والله بروح بنادي للدكتور هلا. والله اذا بدك روحي ونادي لوزير الصحه، انا اشتقت لاخي ورح رجعه على الكتيبه. بوعدك رح دير بالي عليه كتير منيح. لا ما بيصير يطلع. انا كان قصدي اخده على الكتيبه ليغير جو اختي. على مهلك. حلو، شايفك قمت حافظ. لا ابدا، هو ما قام، مجاهد عم ياخده بالقوه. شو انت وياه مجانين يعني؟ حافظ لسه كل شوي بده يطلع من المشفى مع انه ما تحسن، وانت جاي تساعده بهالشي كمان؟ سيدي المسكين ملهم. يقرا كتب ما بيمل هيك. كتب يا حبيبي. سيدي طلعوني من هون بترجاك. انت شايفني دكتور؟ ها؟ ما راح تطلع غير ليقول لك الدكتور، فهمت؟ هلا فهمت يا اخي، ما عاد بدهم ياني. استغفر الله. حافظ انا بحاجه لإلك اكثر من اي حدا تاني، وانت بتعرف هذا الشيء. شكرا سيدي، ريحتني بكلامك. هلا بتقعد عائل، اتفقنا؟ ماشي، يلا نمشي. سيدي على القليلة بس خلوني اتمشى معكم شوي. انا قلت لك ترتاح، بس حملت مسدسك وركضت. بدك يعني ارتاح بالوقت اللي رفقاتي بخطر؟ اسمع، اذا ما بتنتبه على صحتك بتتأذى اكتر. شو يعني؟ اعصابه ممكن تتأذى كتير، مو بس ما عاد ترجع لوظيفتك، ما عاد توقف على رجليك. لهالسبب انا عم نبهك، معافى. شكرا. مرحبا يا جماعة. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. أهلين فيكم. أي يلا خلونا نطلع. خير إن شاء الله. لوين؟ عنا حملة تلقيح، في كتير أطفال ما تلقحوا بالضيعة. يا ريت فيني ساعدكم بهالشي. بس يقوم زوجك بالسلامة بتصيري بتساعدينا إن شاء الله. انتبه على حالك. ماشي ماشي.